شباب ازيكم تاني مرة او تالت مرة او رابع مرة، ما بقتش افتكر خلاص. ازيكم كمان مرة في البرنامج بتاعي، المشروع بتاع عربيتي. الساعة دلوقتي داخلة على 4 بعد الظهر، لازم كنت اريح شوية كتيرة لان ما زلت اضطريت اعمل شغل، احتاجوني في الشغل عليهم قعدت اعمله، والدور البرد الجامد اللي هو قاتل مراتي وبنتي ودين ابني تقريبا خف منه، انا لسه بخف منه بس عشان الظاهر ما بريحش، مش راضي يخف الظاهر، حاجة غريبة. فبقول لكم وكل شوية عمال احط بتاع في نقط في مناخيري عشان يفتحها الدواء ده، ابن وسخة ليه وقته معايا، ما تقدرش تقعد تحط نقط الرشح دي كتير في مناخيرك، بتبوظ المناخير. كنت مدمنها زمان وانا صغير في مصر وبوظت لي مناخيري، واضطريت طلع لي جيوب انفيه وما اكتشفتش الموضوع ده الا بعد ما هاجرت استراليا. كانت دايما بعاني من تنفس ضيق، فروحت الدكتور انف واذن وحنجره هنا، قال لي عندك جيوب انفيه ولازم تتشال. فعملت العمليه سنه 2002، فاكر كويس، من 20 سنه بالظبط. عمليه دمها تقيل قوي يا شباب، مش عايز اقول لكم دمها تقيل قوي ازاي. فظيعة المنظر، ومناخيرك بتفضل مسدودة بالدم بقى وبالبلاوي السودا حوالي أسبوع بعد ما بتخلص العملية، ما بتتنفسش إلا من بقك بس. عملية عذاب، وأنت بتعملها متخدر تماما فما بتحسش بيها. المشكلة كلها أول لما تفوق العذاب بيبدأ من أول دقيقة بتفوت فيها، عندك لمدة أسبوع، وبعد كده بقى إيه لمدة شهر تقريبا قبل ما مناخيرك ترجع كل سوري في الكلمة، كل اللي بينزل من مناخيرك دم، اللي هو بقى بيسموه بالأعراب بيسموه برابير بالهبل، عمالة تنزل وكلها لونها أحمر لمدة شهر تقريبا، شهر ونص بعد العملية. فالمشكلة ان انا بعد ما عملت العملية دي بوظت لي حاجة في جسمي. ايه اللي بوظته؟ بقت مناخيري بتفرز ميوكس كتير. الميوكس اللي هو MUCUS، اللي هو اسمه ايه بالعربي؟ اسمه بالعربي هو الرشح، الرشاء، لا مش الرشاء، اسمه المخاط. المخاط ده او باللغة برضو العربية اعتقد هو نفسه البرابير، اعتقد متهيألي كده يا جماعة، ولا ايه رأيكم؟ اعتقد البرابير هي المخاط. فمن ساعة ما عملت دين أم العملية دي، طبعا من ساعتها تنفسي جميل جدا وبتنفس، وكان ما يجيلي حتى زكام، مناخيري ما تسدش يعني من ساعتها لحد ما كان عمري مثلا كده 55 سنة. أنا عملتها أهو من 20 سنة، يعني كان عمري 37 سنة، فلحد 50 سنة يعني 13 سنة مية مية. وحب اقول لكم حتى لما يجي لي برد وزكام مناخيري ما بتسدش، بس كنت سعيد قوي بصراحة بيها. بس الدكتور قال لي هتسبب لك حاجة هتعيش معاك طول عمرك. قلت له ايه قبل العملية؟ قال لي ما قاليش كده قبل العملية ابن الوسخة، قالها لي بعد العملية للأسف، يا ريته كان قالها لي قبل العملية. قال لي هتحس ان فكك اللي فوق من قدام، مش هقول لكم على الكاميرا اسف، اوكي، قال لي الحتة دي اللي فكك من فوق هتحس انها منملة على طول طول حياتك. وبصراحة هو ده اللي حسيت بيه طبعا بعد العملية. وسألت له عليه، وبعد كده قال لي للأسف هو ده زار بتقطع عصب، ولا بيقطع عصب، ولا هو بيعمل العملية من جوه من هنا في الجيوب الأنفية. وبعد ما بتتعمل عشان الجلد ما يلحمش في بعضه تاني، بيدخل بلاستيك جوه، بلاستيك جوه المناخيرين، بلاستيك بيفضل في مناخيرك حوالي 6 أسابيع اللي بعد العملية عشان الجلد ما يلحمش تاني ويقفل على بعض. عملية فظيعة المنظر يا شباب، قاتلة. فطبعا لحد 50 بقول لكم التنفس كان جميل وكل حاجة، بعد 50 بقى جسمي ظهر طبعا بدأ يكبر وبتتعب. فبقى اما يجي لي برد بدأت مناخيري تسد دلوقتي حتى لما يجي لي برد، اوكي. وده طبيعي، ده الطبيعي يعني. لكن المشكلة ان المخاط كميات رهيبة المنظر، سواء عندي برد او ما عنديش برد، كميات المخاط اللي مناخيري بتكونها باللغة العربية البرابير طبعا فظيعة المنظر. لازم اقعد انف كل شوية، حاجة دمها تقيلة اوي، ده هيفضل معايا لاخر يوم في عمري. فلما يجيلي برد بقى، والبرد
ان جنرال المناخير في البرد بتكون لك المخاط على طول اكتر، فانا عندي بيبقى بقى ايه اضعاف مضاعفه، وبيوصل لدرجه الودان بيتكون جوه دماغي من جوه، وانا نايم ممكن اصحى تاني يوم الاقيه وانا نايم على الجنب نزل على وداني على الطبله كميه كبيره لزع على الطبله، مش سامع بودني دي خالص. عذاب عذاب لحد النهارده، من اول سن 50 لحد 57، 7 سنين مش عارف اقولكوا يا جماعه. لو نزلت عمت وغطست المتر و50 مثلا ولا متر وميه دخلت، عذاب اللي بيحصل لي، ما بقتش اغطس ولا انزل لاي مكان خالص بسبب كده. فالبرد اللي عندي دلوقتي مش عايز اقول لكم كميه المخاط فظيعه المنظر اللي متكونه جوه، وبتسبب لي ودن لو اتسدت عن التانية فبيحصل حاجه بيسموها بالانجليزي فيرتيجو، فيرتيجو VERTIGO، فيرتيجو. فيرتيجو دي ان انت بتفقد البالانس، بتدوخ وعايز هتقع، شعور مش عارف شعور كانك في السن بتاعي في زمان وانت صغير بتحس اوكي دخت لما تمسك مناخيرك كده وتنفخ جامد بتدوخ، لانك بتغير الضغط من ودن عن ودن فبتقوم دايخ فقد التوازن وتدوخ في السن وانت صغير اوكي، لكن دلوقتي لعبه ممكن بتهرج، انما دلوقتي انك تفقد التوازن دي كاني بحس اني بموت، ما بهرجش يا شباب. فكل ما ادخل انف في الحوض ودني يا نهار اسود خلاص بقى، وكمان بتجيلي بقى الكولستروفوبيا، بحس ان ايه مش هرجع طبيعي تاني وهفضل كده لحد ما اموت. فالكولستروفوبيا اللي هي شعور بالخنقه بتجيلي مش في مكان ضيق ولا حاجه، فبحس ايه كذا مره وانا بستحمى الصبح الساعه 5 6 الصبح وبنف في الدش، جات لي الموضوع ودني يا نهار اسود ومش راضيه تطق، بيسموها بالعربي الطق ولا ما اعرفش ايه اسمها بالانجليزي تو بوب، تعمل كده تسمع طقه ورجع سمعك تاني، ما فيش مش راضيه، الكميه المخاط كبيره ملزق كانه لزق كانه سوبر جلو، ما تفهموش الطبله بتقوم نازله على الطبله ماسكاها اوكي، فبتقوم جايه لي الخنقه انا في الحمام هريان ملط لازم اخرج من الدش، لو الدنيا تلج بره درجه الحراره صفر ما بهرجش، بقوم ناطط من الدش خارج صاروخ وبدوخ بقى، والموضوع ده بيستمر 3 4 دقايق وبتبدا ترجع شويه بسيطه، فالتوازن يبدا يرجع بسيط، ساعات الخنقه بتبدا تروح مني. انا بشرح لكم بالظبط ايه اللي بيحصل. فدلوقتي قبل بعد ما قعدت انضف مناخيري جالي جامد يا شباب، وقعدت بتاع 3 4 دقايق لحد رجعت وزني تاني، بحس نص وشي ده موجعني من مناخيري من جوه هنا بعناية، ابتديت اخد ده مسكنات طبعا، فمش هضيع معاكم بقى وقت ويلا نبدا الشغل، لان الجزء ده بصراحه ابن وسخه ما بحبوش، هقول لكم دلوقتي نحط بس عملت لكم ايه بقى، اوريكم عملت ايه الاول. نور النور، لميت كل الحاجات اللي لفيتها في الصندوق ده ورتبتها بطريقه، كل الحاجات اللي فكيتها في الصندوق ده بالانتر كولر بكله، كمان ممكن اقفله كده واحط لزق من هنا، يعني فاضل حاجات بسيطه هتتفك اقوم حاططها هنا، حاجات بسيطه صغيره في صندوق واحد كده. الصندوق اللي جه فيه المقصين على فكره صندوق شيك قوي، كان الباكج حلو قوي. دي سو فار الاكياس 1 2 3 4 مش كتير قوي بس هيكتروا لسه كتير اوكي. وبعد كده الضفيره الكبيره بمكان البطاريه هنا حطيتها في كيس ملمومه في الكيس هنا تمام قوي. طبعا كل ده لسه هبدا افكه معاكم دلوقتي، وحطيت لكم نور هنا اوكي، عايز امسكه بحاجه عشان ما تقعش، ما اعتقدش انها هتقع، ما اعتقدش النور ده عشان بصوا لو طفيت ده مش هتشوفوا حاجه، ولو نورته حتى مش مبين قوي ليكوا لانه بوينتد في حته، لكن بص بقى لما نور ده 100 100 عشان انتوا ما يبقاش فيلم ابن وسخه، يبقى ده وقت ده دلوقتي اوامر في ايه كده تمام قوي يا سلام 100 100 كده فاز
تحزنيش بقى عشان كده وبتاع، لاني ما اقدرش انف، لو نفيت هيجيلي الفيرتيجو وهفقد التوازن وهيبوظ الفيلم، فهذا شن احسن. فاعذروني انا اسف، لان الشن مراتي بتقول لي عيبه مش عارفش ايه، شكلها عندها حق باين. اوكي الجزء يا شباب اللي انتوا شايفينه هنا ده، بالسلوك اللي داخله في الكمبيوتر، بالهوز ده، بالبتاع الاسود اللي داخل في التربو اللي انا كسرت بسببه، البن اللي اضطريت اشتريه من التربو بوست كنترولر، فلازم اخد بالي بمضخة البنزين ده، حتى الفيشة اللي انا هنا، بصوا سباكيتي، كل الجزء ده سباكيتي. يا نهار اسود بيضايقني يا شباب، بيضايقني قوي بصراحه، دمه تقيل قوي. تمام، ودي المضخة البنزين اللي هي انا كسرت فيها الكليبس اللي بيعمل لوك، فبتطلع من غير ما ادوق. بص بتطلع، لو شديتها بس كده بتطلع، بس هي بتدخل شحت فماسكه نفسيها. فدلوقتي حتى ممكن معاكم اجرب اشوف الفيشه اللي جبتها من الوكاله هتركب عليها ولا لا. فديها واحده كده يا شباب، نفسي اجرب الموضوع ده، نفسي اجربه، فدي فرصتي. الصندوق ده يا شباب كنز، بعتبر انا كنز ده، الحاجات الصغيره اللي بجيبها من الوكاله لما بسافر ميلبورن مع مراتي وكده، حاجات بقى وحاجات كلها وفاهمين. بص المنظر كنز كنز، ومصادير معينه، حاجات كلها بدولارات بسيطه، ولكن صعب تلاقيها، صعب تلاقيها، فدي قيمتها غاليه جدا عندي. دي دول اهي الفيشه اللي انا شايفين اللي بقول لكم، حاجات دايما بتقع، حاجه بنت لا ده ما تقدرش تتغلب عليه الموضوع ده. فبقول لكم فعايز اجرب الفيشه اشوف اذا كانت، مش عايز الصندوق ده يقع، لا بلاش هنا لا يقع، تبقى مصيبه، تبقى مصيبه لو وقع. فعايز اشوف الفيشه دي هل هي، لان انا ما قدرتش اخدها، انا صورتها بس. شبهها لكن شكلها برضو مش هي هي 100%. اوكي يا شباب، اقدر اقول لكم دلوقتي انها مش هي، لان انا ما لقيتهاش، ما فيش عربيه زي عربيتي في الوكاله. انا رحت المازدا عاديه، طبعا عربيتي مختلفه طبعا، يلا زعلت بس مفيش مشاكل. هي كلفتني 2 دولار، يعني خسرت 2 دولار، مش هي للاسف، فهتضطر امسكها بقى بحاجه. اوكي يلا مش اشكال. اوكي يا شباب، الجزء ده بقى ابن مره وسخه، ف مش عارف حتى ابدا منين والله بجد. عملته 3 مرات تقريبا في 16 سنه دول، مره منهم كسرت حاجه، فما بعرفش. فانا بقول احسن حاجة اجيب دول الاول، دول الاول. ايش ده؟ ايش ده؟ شايفين ده طلع كده، فده ممكن اتحرر حتى من قاعدة الماتور اللي انا هشيلها، هيفضل متعلق كده بره، ممسوك تحت في الفتيس، فده لازم هفصله من الفتيس. الضفيرة دي نازلة ممسوكة في الفتيس، ده بقى ما عملتوش قبل كده، فده لازم هبحثه طبعا الاول. انا ابني جاي بعد ساعة ونصف، هستنى لما يجي عشان ابو يبص معايا. لا والله ممكن اجيب بس بالكاميرا الاول، اخد لقطة عشان شايفها الكاميرا، عشان لو جبت حاجة غلط. لو جبت النور ده كده شوية اهي، شايفين المسامير اللي تحت دي لازم تتفك، الفتيس اهو تحت اهو، ده مربوط في الموتور كده،
الاكسس كده والموتور كده ومربوطين في بعض الاتنين، وده الفرق ما بينهم اهو هنا. لازم افك كل الجزء ده. اوكي انا بقول قبل ما افك من تحت اخلص من البتاع الاسود ده، النواسخه بتاع التربو ده. اوكي خليني اطلعه. تمام كده. اوكي اوكي ده ممكن اوكي. بنت الوسخة دي يا ترى دي هقدر اعملها؟ دي بقول اعملها من هنا احسن، تطلع من هنا من الموتور. اشوف كده. عارف اول مره استخدم التول دي بصراحه، شاريها للسبب ده بس ما اعرفش هل هتشتغل ولا لا. اشتغلت التول، خطيرة. لازم اوريها لكم، لازم اوريها لكم، خطيرة. قشطة قشطة. تعالوا اوريها لكم. بص يا شباب، التول دي عشان تشيل اي هوزز بتاعت الفيول، هوزز الفيول والفاكيوم داخله بطريقه، بيعملوها بطريقه بنت وسخه عشان يطلعوا، بيدخلوا مشابيات. لما فكيت تانك البنزين المره اللي فاتت طلع دين امي فيها، وممكن تكسرها وغاليه كلها وحاجه دمها تقيل. كنت بمسك زراديه اضغط مش عارف على هنا، ترين بعملها غلط. فالتول دي بمقاسات مختلفه حسب الماسوره حجمها دي، فانا نقيت دي اول واحده قلت دي تقريبا. فبص بقى مش عارف امسكها، احاول انها ونور النور ده كده كده. فالمفروض ان انا اعمل ايه؟ دي داخله كده. بصوا دي داخله كده مش راضيه تطلع كده، مستحيل. انا كنت بحاول اضغط على البن الاورنج الاخضر ده اللي هنا، وواحد قصاده من الناحيه الثانيه ما تشوفوش، وكنت صعب. فكنت بضطر افك ده عشان اقدر اوصل له البوز ده داخل على التربو. فايه كان مشكله، وقعد معافر ممكن اكسرها، ومره كسرتها واضطريت اشتري كل الهوز ده تاني. فعرفت ان في تول ممكن استخدمها برضو، عرفتها من افلام الفيديو اللي بتفرج عليها. وبص بمقاسات مختلفه، فين ده اقرب مقاس كده، وخدته بالشبه للديامتر بتاع الهوز ده. فبص بتدخل ازاي، تفتحها كده وتدخلها كده. اوكي فدخلت دلوقتي على الماسوره، بعد كده تزقها كده، تزقها فك. المره دي مش راضيه تدخل، ايه اللي حصل؟ فك اهي. لازم تزق دي لجوه الاول عشان دي تدخل فيها، وبعد كده دي تقوم مدخلها. فتبص دي ظهرت من تحت من هنا اهي، زقه بدل انا كنت بزق ده من بره لجوه. اتاري دي بتزقها، يعني انا كنت بزق من بره لجوه كده وقصادها الثانيه من بره لجوه، وكان يطلع دين امي عشان اسحبها. اتاري دي بتقوم فتحاها داخله من جوه، وزق الاخضر ده لبره من جوه لبره، والتانية برضو اكيد دلوقتي من جوه لبره. كل اللي بتعمله بتسحب دي. يا سلام، فله فله. بعد كده اسحب الطول يا باشا، افتحها واسحب الطول. فهمتوا؟ دخلت كده وراحت ضغطه. قشطه. طول دي رخيصه، بحوالي جبتها بحوالي 30 دولار بس. بصوا مقاسات مختلفه، 100 100. اول مره استخدمها فده هتساعدني قوي كده، صعب اكسر بقى بمقاس كل الهوزز المختلفة دي. نرجع بقى الكاميرا.
اوكي، فده دلوقتي كده انا اقدر افك بقى دي، لان دي مربوطة في دي. اوكي، فاقدر افك دي، مش عايزة كتير دي، بس كده بس كده. مش عايزين نوقع حاجة، لازم عشان ده طويل اشيله احسن منها، اعمل وزن فده كده يتحط كده بسهولة اكتر. اوكي كده اقدر اسحبها دي بقى كده. بالراحة، مش عايز اي عنف. اهي اهي اهي، شفتوا؟ عايز افتكر اخد، هجيب الكاميرا كده عشان اشوف انها معدية من تحت دي. شايفين معدية من تحت دي؟ لان انا هسحب دي كده دلوقتي واطلعها، ودي هتقوم جاية كده عشان ابقى عارف بس مكانها. اوكي الكاميرا دلوقتي مقدرش اشتغل بيه، دي واحدة في الحاجات دي كده. اقدر اسحبها كده، اهي طلعت، شفتوا؟ ده دلوقتي هيروح في الحاجة دي. اوكي يا شباب، شيب بدأنا نفك من هنا. اوكي، فايه دلوقتي؟ البتاع الاسود ده، ابن وسخة الاسود ده اللي هو مربوط في التربو اللي كسرته قبل كده. اوكي لازم نفك الصامولة دي، مش هستخدم باور تول هنا، هستخدم ده، بس ده عايز له اكستنشن. دول اللي هم كانوا ماسكين الضفيرة، عشان بس بعرف اني فكيت صامولتين من تحت عشان احطهم في بتاع، بعارف بتوع ايه كده. ده فاضل دي، دي عايزة بنسة تزقها كده. لا مش دي صح، دي صح، البنسة صح. اوكي دي المفروض امسكها في ايدي. عرفت، ده الجزء اللي كسرته، دلوقتي لازم بقى اعمله. قبل كده واضطريت اشتري، الجزء ده دمه تقيل لان فيه اللي انا كسرتها. اولا نفك طيب اللي هي الانتيك، التربو انتيك ده دمها تقيل قوي، مش هينفع ده، مش هينفع ده. ممكن ده، ايوه
دي حته صعبه قوي اللي كسرت فيها البتاع ومدفونه وحاجه دمها تقيل قوي صراحه يعني، فمش عايز اعمل اي حاجه stupid. وما انتش شايفها كمان مشكله. طلعتها من البتاع اللي انا كسرتها قبل كده، فكده اعتقد شفتوا طلعت، فاضل حاجة واحدة، لازم اخلع فيشة، لازم اخلع فيشة. مفيش بنت احلى دمها تقيل قوي. يمكن انا عشان بستخدم الناحية الكاميرا واحد، شفتوا كده شفتوا حاجة تانية ما فكتش. ده عايز مش شايفه من هنا النور للأسف. قلتلكوا جزء ابن وسخة ابن وسخة. فك احسن نجرب كده بالمفك، فك احسن. قلتلكوا بالفك احسن، شفتوا وداخلة كمان بتعويجة معينة عشان تطلعها فيلم اهي طلعت، شفتوا. ودي اللي دي ناس تانية بيكسروها، ودي داخلة في اللي انا كسرتها اهي. البزبوز الاسود ده اللي كسرته المره اللي فاتت، وده التربو بص هولورويد شفته. جيرين كلوزر، ودي الفيشه الثانيه اللي انا كسرتها قبل كده، بس دي ماسكه دي فيعني هجرب اشوف اذا كنت تقدر اللي انا جبتها يمكن تنفع تركب لي دي، اشوف. اوكي بس انا مش محتاجهم قوي يعني لو عايزين الحقيقه، بس انا عشان بحب العربيه تبقى بيرفكت انا هحط بقى ده دلوقتي. ما زلنا دلوقتي برضو في الجزء ده، عشان تفتكر كام جزء دمه تقيل قوي 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 عشان بكرهه بكرهه.
عملته بتاع 3 4 مرات بس في 16 سنه دول. اوكي، فدلوقتي كل ده انا مش محتاج اعمل حاجه خلاص هنا في ده. دلوقتي ده يفضل زي ما هو ده كده. محتاج دلوقتي تحت تحت قشطه. انا بس اعرف المسامير اللي فكيتها. ايوه الثلاثه دول اللي هم هنا، الاثنين دول لازم احط الاثنين دول مع الباتري بوكس لازم. هي صامولة واحدة بس اللي كانت ماسكة البتاع ده، والباقي كله كليبسات ومشابيات بتاع الاسود اللي دمه تقيل ده. فاحطه مع ايه؟ صامولة لوحديها، احطها في كيس لوحديها، مفيش مشاكل مفيش مشاكل. بس البتاع طلع مفيد جدا 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 يا شباب، اللي هو فيه بيتني ده من ناحيتين، الناحية دي 10 والناحية دي 11. ال10 استخدمتها دلوقتي ملوش حل، الحمد لله اني جبت. اوكي دلوقتي لازم افك اللي تحت دول اللي مربوطين بالفتيس. دول اعتقد دول هيحرروني شويه الضفيره، وبعد كده هبدا اشوف الجزء اللي هو عشان اللي داخل على المرش. الماسوره السوداء دي لازم تتفك دي، فقبل ما اوصل لها لازم اوصل لده. والله انا مبسوط حلو جدا، ولسه كل ده ما يبوظش. متقدم قوي تمام الحمد لله. اوكي لا ده انا جايبها دي، وقلنا البتاع الطويل ده حطيته فين. مظبوط جامد كده، قوي البتاع. كان ضعيف على القوة الضعيفة. قشطة، أول مسمار وأعمله. تاني واحد كده، دي تلات، يبقى هنا اثنين. اوكي في دلوقتي واحد ورا ابن احب مكانه، فاكن مستحيل توصل له. ما فكتش ده قبل كده، فمش عارف هوصل له ازاي. اعتقد اني لو دوست على حاجات كده هنا، مشقبيات، لازم ادرسها. مش شايفها، فاكن مش شايفها. فهمت. بفك تاني. دمها تقيل قوي، ماشي شغال معوج.
عرفت عرفت ازاي؟ دي طلعت الضفيرة دي طلعت كده، فاضل التانية. التانية برضه ليها طريقة، بس بقى مكانها الطريقة التانية ليها مسمار متداري مش شايفه، متداري متقدرش توصله، مش عارف هوصله ازاي ده. اح اح ازاي هوصله ده؟ يعني هوصله ازاي ده؟ فاك فاك لازم اجيب. الكروبار ده مستحيل توصل له. يا ولاد الوسخة، كليبس ابن وسخة. اوكي اوكي هجرب بنفك تاني يمكن. محتاج ابني معايا دلوقتي للأسف. فك صغير.
شايف دي الام النور على راسي. فينك يا دينا؟ يا ربي شباب الجزء ده صعب جدا وعمري ما عملته قبل كده، فاحسن هقف الكاميرا لان انا هعمل مونتاج جامد للجزء ده. عايز افكر قوي، متعبت جامد قوي قوي، وابني قرب يجي فمحتاج مساعدته وبتاع. اللي بتركب على الدماغ دي بتخنقني، بحس اني بموت. فهقفل دلوقتي واكمل بعدين. سلام.